السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا جهاز نوكيا 105، ما بيسجلش الأسماء، ما بيحفظهاش يعني بمعنى الأصح. احنا حاطين شريحة في الجهاز أهي، وهنحط البطارية. بسم الله الرحمن الرحيم. ده جهاز نوكيا الجديد، نوكيا 105، عشان في 105 كذا إصدار. نفس الطريقة تمشي على 106 برضو، تمام؟ أنا أتوكل على الله ونفتح الجهاز ونشوف كده. بسم الله، تعالوا كده نسجل أي رقم مع بعض وأي اسم. اختيار حفظ، حفظ الهاتف مثلا، هكتب مثلا محمد. تمام، كتبت محمد. المفروض إن أنا هدوس حفظ، حفظ، حفظ الاتصال على الهاتف. المفروض إن هو بيقول لي حفظ على الهاتف. تمام، أروح أبص على الهاتف كده، مفيش حاجة اتسجلت. طب تيجي نجرب نفس الطريقة كده على الشريحة. هنجرب نفس الطريقة على الشريحة اهي. الاس ام اس اهي، هكتب مثلا برضو محمد. تمام، هو محمد، حفظ، حفظ، اتصال، حفظ على الاس ام اس. طب تعالى نشوفه كده مع بعض، اتحفظ ولا لا. برضو برضو الرقم ما اتحفظش ولا الاسم اتحفظ. طيب تمام، هنحل المشكله دي ازاي مع بعض؟ هنحلها بطريقه بسيطه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنكتب اي رقم اهوت. تمام، هدوس حفظ، حفظ الى الهاتف او الاس ام اس اللي يعجب حضرتك او اللي يعجب حضرتك. هكتب مثلا احمد. تمام، انا كده كتبت احمد اهوت. تمام، زي ما هو كده، انا لا هطلع ولا هدخل، انا هدوس على الزرار اللي هو الاحمر اللي هو بيلغي المكالمه اساسا، اللي هو بيقفل المكالمه اهوت، الزرار ده. تمام اهو، تمام، وهروح على الاسماء كده، بص عليه اهو، احمد اتحفظ. طب تعالوا نعمل الطريقه دي تاني كده. هدوس حفظ المرة دي للاس ام اس اهوت، وهكتب مثلا محمد. اهو كتبت محمد، هسيب كل حاجة زي ما هي وهدوس بس على اللي بيطلع اهو. بص اهي، تمام. طب تعالوا كده نبص على الاسماء في السجل الهاتف او الاسماء اهو، محمد واحمد، واحد على الشريحة، واحد على ايه؟ على الهاتف. تمام، ما تنسونش تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك، اللايك بيفرحنا جدا يا جماعة، يا ريت. ودعوة حلوة منكم في ظهر الغيب، ان ربنا يصلح حالنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.